السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف دكتورة؟ صباح الخير يا شباب، صباح النور دكتورة. ازيكم اخباركم؟ الحمد لله. خلينا نسمي الله. مين المتبقي ما قدمش السيمينار بتاعه لغاية دلوقتي؟ إيه أنا دكتور مجموعة روان وزين فداء وأحمد الجبالي. وفداء فداء وأحمد وسناء. طيب يلا مين اللي هيبتدي؟ بقيت زمايلكوا فداء دكتورة. أحمد لسه مش موجود معانا ولا زين. إيه أنا رح أقدم دكتورة. نعم أنا رح أقدم. ليه هو مش هيقدم ليه؟ إيه مداوم إيه؟ وإحنا متفقين من الأول إنه أنا أقدم. يعني ده بالتراجي بينكو يا دكتورة. يا فداء؟ دكتورة. طب لأن أنا يعني ما بحبش الأمور الجانبية اللي ليها علاقة بإنه في حد بيشتغل وفي حد لأ. لا دكتورة، إحنا هيك متفقين من الأول. طيب ليش هتبتدي حبيبتي؟ ان شاء الله. خلاص سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. احنا كان موضوعنا عن البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. تمام. موضوعنا هو الاجهاد ما بعد الازمه او ما بعد الصدمه. تعرض لازمه. تمام. ايوه. هذا الموضوع البوست تروماتيك اوردر ديس اوردر هو موضوع نفسي ومشكله نفسيه معروفة كانت من زمان، ومن الخبرات القديمة معروف من زمان، كانت معروفة زمان بأيام الحرب العالمية والأشياء زي هيك. فهسه هاي مهمة. الريسك فاكتور للبوست تروماتيك ديس أوردر هي كانت event are more likely to trigger including مثل military combat اللي هم رجال الشرطة والحرب، childhood abuse و sexual violence، assault، accident، disaster، الكوارث، depression and other mental health issues، مرضى الاكتئاب واللي عندهم مشاكل فيها أو عرضة إلى هيك أشياء، substance abuse، ويعني الأشخاص اللي بيتعرضوا لل عنف وأشياء زي هيك، و lack of support اللي عندهم نقص في الدعم، job that increase your exposure to a traumatic event such as police officer والmilitary member or first responder. في يعني مهمات أو أعمال بتزيد من التعرض لهاي الأشياء مثل رجال الشرطة واللي بيشاركوا في الحروب وهاي الأشياء، الفيميل جندر وفاميلي ممبر with post traumatic stress disorder يتذكر العائلة والأشياء الأحداث اللي ممكن صارت زمان مع العائلة. الدياغنوسيز there is no specific test to diagnosis post-traumatic. يعني ما في فحص معين أو تشخيص معين للمرض. It can be difficult to diagnosis because people with the disorder may be hesitant to recall or discuss. يعني ما في تشخيص معين أو صعب الواحد يشخصها، لأنها ممكن الشخص ممكن تكون صعب عليه أنه يشرح لك كيف بحس أو كيف بحكي، بس الدكتور الصحة النفسية أو ممرض الصحة النفسية ممكن يقدر يشخص أو يعرف لحاله من دون يعني ما يشرح كثير مع المريض أو إشي زي هيك. كمان ممكن يكون في عرض واحد على الأقل من الأعراض، ممكن أنه يعرف، ممكن تبين أنه هاي الأشياء من إعادة أعراض إعادة التجربة، مثل أو عرض تجنب واحد على الأقل ما لا يقل عن اثنين من الأعراض، مثل إنه بيصحى في النوم أو ما يعرفش ينام، قلة التفاعل مع الناس، مثل كمان إنه
أعراض الإدراك والمزاج، مثلا مزاجه بينقلب على بسرعة يعني، أو يتغير، يتغير. وإدراكه يكون الإدراك عنده بيكون مش دائما يعني فعال مع الناس وهيك. ويجب أن تكون الأعراض خطيرة بما يكفي للتدخل في الأنشطة اليومية، يعني مرات بتكون الأعراض إنها صعب أو خطيرة في الشغل اليومي إنها لا كبير. تأثير على حالة التأقلم. أيوة. التايبس، في تايبس عندنا للتروماتيك، للبوست تروماتيك، هي كونديشن واحدة ما يعني ما بتصير إنها نستنسخها أكثر من حالة، يعني حالة. أو دكتورة ملهاش كلاسيفيكيشن يعني. لا إلها، بس هي بتصير هي حالة واحدة، لكن في من الخبراء قسموها إلى يعني أفرع فرعية، يعني ممكن تكون لتسهيل التشخيص والعلاج، ممكن تكون اضطراب أو إجهاد حاد، يعني إنه يكون اضطراب ما بعد الصدمة، هي مجموعة مثل القلق القلق وإنها ما بتطور، يعني لا يعني إنه بيحاولوا إنهم إنها ما بتتطور لأشياء أكثر في غضون شهر، يعني بعد الصدمة. كثير من المصابين بيكونوا يعني بس بصابوا بطيف التوحد، يعني إشي بسيط بيكون. واضطراب ما بعد الصدمة الانفصالي، يعني هذا عندما تنفصل الصدمة وتخلص الصدمة وخلصنا، بشعر المريض أو ال بال بال انه كانه يعني انه مش مو يعني هيك بينفصل عن ينفصل جسده، لانه ينفصل. ايوه. وفي اضطراب ما بعد الصدمه غير المعقد، يعني هذا بيكون نط يعني يلا انكم انكم بيلتيتد، بيكون هذا غير معقد، يحدث عندما يكون اعراض الاضطراب ما بعد الصدمه مثل اعاده التجربه، يعني كأنه بتحدث الحادث يعني أو الشغلة قدامه، بتجنب والمريض بيحاول إنه يتجنب هاي الأشياء أو بتجنب الأشخاص والأماكن اللي إلها صلة بالحادث حتى ما يتذكر اللي صار معه، بضل المريض إنه بعيد أو يحاول إنه ما يتذكر اللي صار معه حتى ما يرجع للحالة النفسية اللي كان فيها. زي الكوارث الطبيعية والحوادث الجامعية كلها أمور خاصة لازم الناس اللي بتتعرض للمواقف بالشدة والحدية دي لازم يحصل لها نوع من العلاج النفسي ضروري. يعني موضوع مرفأ بيروت الأخير ده، كوارث زي الزلازل الأمور بتبقى تأثيرها لا بياخد مدى طويل ومش سهل على الشخص الحادث في حد ذاته بأضراره بأبعاده. في تمام. الاضطراب اللي ما بعد الصدمة المرضي هو مصاحب، بيكون يعني أعراض بتكون إلى جانب الاضطراب في صحة الجسم أو في الصحة، يعني بتكون في أعراض ثانية مصاحبة إله مثل الاكتئاب والاضطراب الهلع، إنه الواحد بيكون بصحى ومفزوع وخايف وهيك، ومشكلة مرات بيكونوا كمان مشكلة إنهم بتعاطوا مخدرات أو كردود بينصابوا، فعل بقى. أيوة كردود فعل، إنه بيعمل أخطاء أكبر من اللي صارت، يعني بيكونوا في هاي الحالة بيكونوا إنهم لازم يحصلوا على يعني علاج، وحالة هيك يعني إنه بيكونوا بدهم علاج أكبر من النوعيات الثانية. في ممكن إنه يصيب الأطفال، بس هون بيكون إنه بدها وقت أكبر وبتحتاج لأخصائيين أكثر، خاصة عند الأطفال وبتحتاج لوقت أكبر. بس النيرسينج انترفينشن شوي دكتور، نيرسينج انترفينشن من خلال بيكون في تدريب للمناسب للتمريض
يكون في هناك تدريبات مناسبة للمختصين في الرعاية الصحية، في تكون تخصصات معينة وكبيرة متعددة مثل الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين ومستشارين بيكون في المرخصين إنهم يمارسوا الاستشارات النفسية والتمريض النفسي، وبيكون مع خبرة ويمكن المساعدة في أشياء ثانية مثل اضطراب الصحة النفسية. ممكن بيكون في الكوجنيتيف ثيرابي، هو نوع من أنواع العلاج ممكن يقدموا إنه خلال إنه الواحد إنه يقعد مثلا يحكي مع المريض ويخفف عنه ويحاول يعطي إنه زي إنه إنه يحاول إنه ينسيه أو يساعده في الخروج من الحالة اللي فيه. فكره الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي اللي هي ازاي يحصل تعديل او التعديل المطلوب على نمط تفكير الشخص وبعديها سلوكياته ايضا، لان دايما تصرفاتنا او سلوكياتنا مرتبطه بنمط تفكيرنا. بيشتغل على نمط التفكير للمريض وخاصه الافكار الضاره وتعديلها، ان نحاول نعدلها. والعلاج بيكون في ثاني الاكسبوجر ثيرابي، وهو العلاج بالتعرض، فيها بيصير بنستخدم مع المريض تقليل من نحاول نقلل من الذكريات، انه ما ي... انه يحاول انه ما يتذكر وما يت... انه ما يتخيل كمان الكوابيس واشياء اللي صارت معه، في الامان، وانه ما وهيك انه ما يتحاول يتذكر اشياء كثير، يشغل تفكيره باشياء ثانيه شيء زي هيك. وفي الاي موفمنت ديستنيشنز اللي اور ريسبونسينج، اللي هي العلاج بازاله الحساسيه حركه العين واعاده معالجتها، يعني بيستخدموا فيها علاج مع العلاج بالاكسبوجر، بيصير يعني العلاجين بيكونوا مع بعض، بتضمن سلسلة من حركات العين الموجهة اللي بتساعد المريض على معالجة الذكريات وإدارة الألم في ردود الفعل. هذول العلاجين بيكونوا مع بعض. في السايكو فارماكولوجي اللي هي سايكوفارماكولوجي، هاي التدخلات الأمراض الأدوية النفسية ممكن نستعملها نعطي للمريض، زي تتكون زي الأنتي ديبريشن والأنتي أنكزيتي دراجز. في البارازوسين has been identified as possible aid is including or suppression نايت ميرز، ممكن نعطي المرضى انها تخفف وتساعدهم على انهم يناموا وتساعدهم في النوم في الليل حتى ما عشان تأليم الكوابيس، تقليل من الكوابيس. ايوه والاحلام المزعجه. في هسه ممكن نحكي عن ال ممكن انه المريض انه الحاله النفسيه للعيله او للاسره اللي عايشه مع مريض مصاب فيها، ممكن انه ما يكون ما بياثر على الحال اللي حواليه، بس في بعض الاحيان كثير ممكن ياثر على حياه اللي حواليه من خلال الحاله النفسيه اللي له، ممكن ياثر على اللي حواليه. يعني مرات بيكون حاله الغضب، بيكون مرات خوف، فهي كثير بتاثر على افراد الاسره، فافراد لازم تكون متأقلمة أو إنها تقدر تتعايش مع الحالة النفسية للمريض، وإنه يعني إنه مش حسب الحالة المزاجية لإله، إنه ممكن يكونوا يعني يتأثروا نفسياً فيه أو يتأثروا سلبياً، فلازم تكون الأسرة داعمة للشخص المصاب وإنهم يتحملوا فترة العلاج اللي له، إنه لازم الشخص يعني إنه لازم يتأكد إنه الشخص المقرب للمريض إنه لازم يكون داعمه يعني بجانبه دائما، حتى يقلل من الاكتئاب والحالة النفسية للمريض، وحتى يساعده أكثر في العلاج أسرع. Thank you دكتور. ماشي يا هدى، أحسن جهود. ماشي، مين بعد فداء؟ زين وروان. معلش أنا دكتور، معلش أبلش. زين الربيع. نعم زين الربيع، معلش أبلش. يلا حبيبتي سمي لنا. يلا ماشي دكتور.
أنا وزميلتي رواء رح نشرح شوي عن البيرسوناليتي ديس أوردر وإيش هو التايب لإله وأنواعه وإيش هي الأعراض تبعته. Personality disorder is a type of mental disorder in which you have a rigid and unhealthy pattern of thinking, function and behavior. A person with a personality disorder has trouble perceiving and relating to situation and people. This causes significant problem and limitation in relationship, social activity, work and school. بيحكي لنا ان اضطراب الشخصيه هو نوع من الاضطرابات العقليه بيكون بحيث انه الشخص يكون عنده تصرفات افكار غريبه وتكون طبعا هي غير صحيه هاي الافكار والتصرفات. وطبعا الشخص اللي مصاب بالاضطراب العقلي احيانا بيكون يفهم المواقف والاشياء اللي بتصير بطريقه خاطئه لانه هو عنده اضطراب عقلي طبعا يعني. كل هاي الاشياء كل هاي الاضطرابات العقليه رح تعمل عندنا مشاكل بحياته اليوميه في انشطته في المدرسه في المجتمع. قبل ما انسى معلش ثانيه واحده يا زين، كل اللي معايا على قائمه البارتيسيبنت يسجلوا اسمائهم على الشات، خلينا متابعين برضه. اتفضلي حبيبتي. تسلم. In some cases you may not release that you have a personality disorder because your way of thinking and behaving seem unnatural to you and you may blame other for the challenge you face. يحكي انه انت حتى مرات ممكن انك انت ما تدرك انه عندك اضطراب بالشخصيه لانه انت بتكون تشوف طريقه تفكيرك وتصرفاتك بالنسبه لك كلها صحيحه. ثواني اسكر التليفون سكر. Personality disorder usually begin in the teenage years of early adulthood. There are many types of personality disorder. Some type may become less abuse throughout middle age. بيحكي لنا ان هي طبعا بتبلش بسن المراهقه او بدايه مرحله البلوغ وبتصير طبعا كل ما تقدم بالعمر بتقل الملاحظه لهي الاضطرابات اللي عند الشخص. رح نتطرق حاليا للسيمبتوم للبيرسونال ديس اوردر. يحكي لنا التايب اوف بيرسونال ديس اوردر ار جروب انتو 3 كلاستر بس اون سيميلار كاركترستيك اند سيمبتوم. ماني بيبل وذ بيرسونال ديس اوردر اولسو هاف ساين اند سيمبتوم اوف ات ليست وان اوف اديشنال بيرسونال ديس اوردر. اتس نوت نيسيسري تو اكسبت اول ساين اند سيمبتوم ليست ات فور ديس اوردر اوف ديجنوسيس. يحكي لنا انه هلا عندنا ثلاث مجموعات من بيرسونال ديس اوردر. تنقسم هاي ثلاث مجموعات لأكثر من اضطراب عقلي بتصنف. هاي المجموعات تحكي لنا ممكن الشخص مرات يكون عنده اضطراب عقلي إضافي، يعني مش من الضروري يكون عنده اضطراب واحد أكثر من اضطراب، وأحيانا إحنا مش ضروري كل الأعراض تكون موجود عشان نصنف إنه هذا الشخص عنده هذا الاضطراب. البعض منه. كلاستر A أول مجموعة طبعا عندنا اللي هي Cluster A personality disorder are characterized by other eccentric thinking or behavior. They include paranoid personality disorder, schizoid disorder, and schizoidal disorder personality disorder. يحكي لنا أول مجموعة هي طبعاً إنه الاضطراب يكون عنده بالتفكير وبالسلوك الغريب والشاذ عندهم. وبتتضمن تتصنف إلى الشخصية المرتابة الانعزالية والخصامية. Paranoid personality disorder أول واحدة طبعاً من مجموعة A previous stress and suspension of other and their motivi. إنه unjustified belief that other and trying to harm or device you. Unjustified suspension of loyalty or trustworthiness of other. His descent to confide in other due to unresponsible fear that other will use to information against you. Perception of connect remark or non-threatening situation as personal insult or attack. Angry or hostile reaction to perceived slightly or insult. Tendency to hold grudges. Unjustified references mentioned that spouse or sexual partner is unfaithful. بشكل عام بيحكين انه هاي الشخصية المرتابة دائما عندهم شك بالاخرين، فقدان ثقة لإلهم، حتى انهم مستحيل ممكن يعطوا معلومات عنهم لانه بيخافوا انه تصير تهديد لإلهم ضد حياتهم يعني. وبيتصف انه دائما عنده غضب ورد فعل عدائي. سلوكياته مش مريحة. سلوكيه مع الغير مش مريحه. غير مريحه ودائما عنده الشك بالاخرين، حتى ممكن الشك يوصل انه الزوج ممكن يكون خائن ممكن يعني. مش متعاون. الاضطراب الثاني من المجموعه اللي هو سكوزايد بيرسونالتي اوردر. Lack of interest in social or personal relationship, performing to be alone, limit range of emotion expression, inability to take pleasure in most activities. Inability to pick up abnormal social tasks, appearance of being cold or indifferent to others, little or no interest having sex with another person.
الشخصية الثانية اللي هي الفصمانية، طبعا يحكي انه هون هذا الشخص بيكون عنده، ما عنده اصلا علاقات، ما بيحب اللي يشكل علاقات مع الاشخاص الاخرين، عنده فقدان بالرغبة مع العلاقات مع الاخرين، بيحب انه يظل دائما لوحده، وما عنده استمتاع بالنشاطات اليومية، ولا حتى انه يعني عنده قلة او انعدام بالرغبة بالسكشوالتي. الشخصية انطوائية يعني. انطوائية، بيحب الانعزال لوحده. النوع الثالث من المجموعة ايه؟ سكيزوتايبال بيرسوناليتي ديس اوردر، بيبيكولار ادريس ثينكينج بيليفز سبيتش اور بيهافير ادد بيرسبشوال اكسبيرينس سوتش از هيرينج ا فويس فيزيبل تو يور نيم لاك ايموشن اور انابريت ايموشنال ريسبونس سوشيال انكزايتي اند لاك اوف ديسكومفورت وذ كلوز ريليشن شيب انديفرنت ان ابروبريت اور سسبنشن ريسبونس تو اذر ماجيكال ثينكينج بيليف يو كان انفينوس بيبول اند ايفن يور ثوت كيب ذات سيرشنج كازل انسيدنس or event have a hidden message meant only for you. هاي الشخصية النوع الثالث المجموعة اللي هو بيحكي لنا انه اسمها الفصامية. هذا الشخص بيتصف انه عنده افكار غريبة، لبسه غريب، ممكن يلبس لباس بوقت غير مناسب، يعني ممكن يلبس لبس الفروسية بيروح فيه على حفلة عادية، حتى تصرفاته وافكاره غريبة، ممكن يسمع اصوات بتهمس له باسماء غريبة، او انه حتى انفعالات غير مبررة تكون. وهو كمان عنده يتصف بالماجيكال ثينكينج، التفكير السحري، انه هو بيفكر حال ممكن يقنع ويؤثر على الاخرين بافكاره تصرفاته. المجموعه الثانيه كلاستر بي بيرسونالتي ديس اوردر، بيرسونالتي ديس اوردر ار كاركترايزد دراماتيك اوفر ايموشنالي اور ان ريبيتيتلي ثينكينج اور بيهافير ذي انكلود انتي سوشيال بيرسونالتي ديس اوردر بورد لاين بيرسونالتي ديس اوردر هيستورينك بيرسونالتي ديس اوردر انرجستيك بيرسونالتي ديس اوردر. يحكي لنا المجموعة دي اللي هي بتتصف عنا طبعا انه هذا سلوكهم وتفكيرهم كله درامي وانفعالي، واحيانا يكون عنده تصرفات غير متوقعة. هاي الشخص طبعا كلاستر بي بتتصنف الى اربع مجموعات اللي هي الانطوائية، انتي سوشيال، والحدية، هيستورينيك ديس اوردر، والنرجسية والتمثيلية. اول مجموعة اللي هي الانطوائية انتي سوشيال بيرسونال ديس اوردر، disregard for other need or feeling, persistent lying, stealing, use lies, connect other, recurring problem with the law, repeat violation of right of other, aggressive, open violent behavior, disagree for the safety of self or other, impulsive behavior, consistently irresponsible, lack of remorse or for behavior. بيحكي لنا المجموعة الانطوائية من صفاته إنه هي دائما هو ما يعني بيستمر بالكذب والسرقة، بيحاول يستخدم اسماء مستعاره، دائما عنده مشاكل بيخالف فيها القوانين، بيحب انه يتعدى على حقوق الاخرين بهاي الشخصيه الانطوائيه، ودائما يتصف سلوكه عدواني طبعا هو. البورد لاين بيرسونالتي اوردر اللي هي الحديه، يعني هاي الشخصيه تصرفاتها دائما على الحد، يعني مواصفات امبلسيف اند ريسك بيهافير such as having and safe sex gambling or being eaten unstable or fragile self-image unstable and intense relationship up and down mood often as reaction to interpersonal stress suicide behavior or threat to self-injury intense fear of being alone or abandoned ongoing feeling of emotion impotence frequent intense display of anger stress related paranoia that comes and goes. الشخصية الحدية هون دائما انه من صفاته انه عندهم سلوك اندفاعي وخطر ممكن يكون، مثل لعب القمار، انه ياكل طريق الشرهة كثير، ودائما عنده علاقات متوترة وغير مستقرة مع الاخرين، ومن يفكر دائما بحاول انه السويسايد، انه ينتحر او انه يؤذي نفسه. ولانه طبعا دائما عنده شعور مستمر بالفراغ، كثير فراغ، نوبات غضب تجي غريبة بسبب الفراغ اللي عنده. Hysteric personality disorder, constantly seeking attention, excessive emotion, dramatic or sexual, brave active to gain attention, speaking dramatically with a strong opinion but few facts or details to back them up, easily influenced by other, shallow rapid change emotion, excessive concern with physical appearance, think relation with other are closer than they real are. الشخصية التمثيلية إنه هم صفات إنه بيحب دائما يحاول يجذب الانتباه هذا الشخص، ودائما بيحاول يعطي انه اراء، بس هاي الاراء تبين قويه لكنها غير مدعمه بحقائق واقعيه، ما في شيء يثبت رايه يعني. وهو بيفكر عنده ايزلي انفلونس باي اذر، انه سهل انه ياثر على الاخرين، يعني يتاثر بالاخرين.
شخصية نرجسية narcissistic personality disorder believe that you are special and more important than other fantasies about power, success and attractive failure to recognize other needs and feelings exaggerating of achievement of talent expectation of constant praise and admiration arrogance and responsible expectation of favor and advantage of taking advantage of other in value of other or believe that other in value من اسم النرجسية بيعتقد انه هو شخص مهم بالحياة وانه ممكن وهو شخص جذاب طبعا وكمان هو عنده القوة والطاقة والنجاح في حياته غير الاشخاص الباقيين يعطيك العافية دكتورة بس ربنا يعافيك رانيا كمل يا رانيا روان عفوا يا روان زين اكثر معك اي حبيبتي هو زميلتك مش هتشارك انا والله دكتور ما بعرف لاني دخلت لانه عندي دوام بدي اخلص يعني خفت انه يجيني شغل ما كانت بس موجودة. ما بعرف يا زين يا روان طب هي ليها جزء يا زين دكتور لها جزء هي تكمل دكتورة انا موجوده موجوده بس ما بعرف ايش طبيعي يعطيكم العافية ربنا معك هلأ أنا رح أبلش معكم بالأوبسيف بيرسوناليتي ديس أوردر هو نوع من أنواع الاضطرابات الشخصية الموجودة عندنا هذا الاضطراب هو هذا كحد ذاته موضوع يعني منفصل أو نعتبره جانبي بس هو بندرج تحت البيرسوناليتي ديس أوردر Perception with the details, order line, and rules. Extern perfections result in dysfunction and distress. So when perfection is not achieved, such as feeling unable, unfinished, and project because you don't meet your own strict standard. بحكي لنا هون عن اضطراب الوسواس القهري انه الانشغال بالتفاصيل والنظام والقواعد والكمال الشديد يؤدي الى خلل وظيفي وضيق عند الشخص اللي ما يعني بحس حاله انه ما كمل الاشي اللي هو بده اياه ما وصلش للبرفكشنزم نعم بقول ما وصلش للبرفكشنزم يعني هو دايما عايز يوصل لاعلى مستويات الاتقان بيضل يحس حاله انه مش مكمل الاشي اللي بده اياه كمان بيكون عنده rigid and stern يعني جمود واشي عنيد يعني هو الشخص نفسه بيكون جامد وعنيد inflexible about mortality ethics or values كمان عنده بتوقع انه من شدة الاشي اللي عنده بحس انه الامر اللي عنده بشأن الاخلاق او القيم عنده سيطرة محكمة وعنده كمان بيكون محمد tight control over bending and spend of money يكون عنده زي بخل او جمود بالاشياء المالية هلأ رح احكي عن الكيسز دكتورة عذريني بس لأنه شوي لوزي فعشان هيك لا ده انت وقتك كويس يا حظك كويس ما تقلقيش لي قدامك وقت الكيسز بيكون عندنا تو كيسز منه جين ومنه بالانفايرومنت هلا الجيني البيرسوناليتي تراست ما بي باست اون تو يو باي يور بيرنتس ثرو ان هاي ريتد جينز ذس تراست ار سم تايم called your temperament هلا في اشياء بتكون موجوده جينيا يعني ممكن الوسواس القهري ينتقل انه تاريخ عائلي مرضي اصلا عندهم هذا المرض فهو راح يكون عند الابناء او الاطفال داخل العائله بالضبط هلا الانفايرومنت that involves the surround your grow up in event the occur and relationship with family member and others هلا كمان كيف نمط العائلة الداخلي بيأثر كمان على الشخص الموجود أحيانا الضغوطات النفسية والأشياء والمشاكل العائلية
بتأدي كمان لأنه يصير عند الشخص أمراض نفسية. هلأ الريسك فاكتور الفاميلي هيستوري اوف بيرسوناليتي ديس اوردر اور اذر مينتال إلنس. حكينا انه احيانا التاريخ العائلي بيأثر على الشخص، وكمان المينتال إلنس الامراض العقلية الموجودة اصلا بنفس العائلة كمان بتأثر، يعني جينية وانفايرومنت مع بعض بتكون. تمام، اكتر من عام. كمان النمط العائلي اللي موجود بيأثر على حياة childhood. كيف نمط الحياة اللي بيتعاملوا فيها العائلة مع الطفل؟ أحياناً في ناس مثلاً بيشدوا على الطفل إنه اعمل هذا الإشي وكمله. هلأ إذا الطفل اعتاد على هذا الإشي بس يكبر شو ما بينجز بحس حاله مش منجز، يعني إنه مش واصل لدرجة الكمال اللي هو بده، ما وصلش لحد الكمال أو بالظبط أو التمام. البرين كيمستري، البرين كيمستريك اند ستراكتشر، كمان الاشياء الموجوده بالبرين احيانا في بيكون لا سمح الله، يعني خلينا نحكي ذو الاعاقات اصلا بيكون موجود عندهم احيانا ترتبط باشياء نفسيه، يعني الستراكتشر تاع البرين بيكون ابنورمال اصلا، يعني كيمياء المخ كيمياء نفسيه. الكومبليكيشن بيرسوناليتي ديس اوردر كان سيجنيفيكانت ديسبريس لايف اوف ابوث اند افكت بيرسونال اند ذوس كير اباوت ذا بيرسون. بيرسوناليتي ديس اوردر ماي كيس بروبلمز وذ ريليشن شيب ورك اور سوشيال اور سكول اند كان ليد اوف سوشيال ايزوليشن اور الكحول اور دراج ايفنس. كمان في أشياء بتأثر على شخصية الإنسان اللي بيصير عنده البيرسونال ديسوردر، مثل مثلاً relationship بيكون بالwork or school. هلا كمان العمل له دور والمدرسة لها دور والعلاقات الاجتماعية لها دور. هلا في أطفال بيكونوا بالمدرسة بيعملوا انعزال تام، يعني بتشوفوا طفل لحاله دايما. ليش؟ لأنه بيعتقد أنه الناس اللي حواليه من درجة الوسواس اللي عنده أنهم مش مزبوطين مثلا، وبالعمل نفس الإشي، وكمان بعلاقاته الاجتماعية، وهلأ متناولين الكحول والدرج المدمنين على الكحول وخلنا نحكي المخدرات، كمان بيكون عندهم بيرسونال بيصير عندهم مشاكل نفسية. هلأ في تفاعلاتهم الاجتماعية بالضبط. هلا عندنا التريتمنت. خدي بالك يا خدي بالك يا روان عندك 6 دقائق يا حبيبتي. اوكي دكتوره، ما ضل اصلا غير التريتمنت. هلا عندنا سايكو نيماتيك ثيرابي، وعندنا دايلو سيتر بيهايفر ثيرابي، وعندنا الكوجنيتيف بيهايفر ثيرابي. اخر إشي بحكي لنا انه السايكو ايديوكيشن تيتشينج ذا انديفيديوال and family member about the illness, treatment, and a ways of coping. دكتورة هم عنا علاج تحليلي وعلاج سلوكي جدلي وعلاج سلوكي معرفي والعلاج الجماعي. طبعاً التثقيف النفسي هو تعليم الفرد أو الأفراد في الأسرة عن المرض وعن كيفية التطرق له وعلاجه والتأقلم معه. يعطيك العافية. أحسنت يا روان، أحسنت. طيب في حد موجود معنا في القائمة ما قدمش لغاية دلوقتي السيمينار بالنسبة له؟ كل الناس اللي موجودة قدمت مش كده؟ طيب حد فيكو يعرف زميلتكو سناء؟ حد يعرف سناء خالد؟ حد يعرف سناء؟ انتوا ما تعرفوش بعض يا جماعة؟ هذا فصل أونلاين فما حد عارف حدا. خلاص كل واحد بقى مسؤول عن نفسه، لأن ما تبقى هو موضوع سنة. أوكي إحنا كده خلصنا الحمد لله موضوعات السيمينار. إن شاء الله تعالى على مدار بكرة بعض ونحينا ربنا بنزل لكم العلامات التجميع من 50 بتعرفوه، هتلاقوها على طبعا على السيستم على خدمات المدرسين. أوكي
باقي لينا من المادة إن شاء الله بقيت شابتر السكيزوفرينيا وموضوع المود ديس أوردر، عندنا مجال خلال الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بننجز فيما طبق. أنتوا ليكوا أي سؤال أو أي استفسار؟ أنا اتكلمت امبارح تعليق سريع على الناس كانت بتسألني علشان الحل لأسئلة الامتحان المد، سريعا علقت على بعض على الأجوبة بتاعتكم بالنسبة لبعض من الأسئلة. فده بيتطلب ايه؟ انه في ناس للاسف خسرت علامات لانها ما قريتش الهيد بتاع السؤال صح، ما انتبهتش للسؤال مطلوب ايه، ايه السؤال وعايز ايه من الاجابه. فانتبهوا، معلومه بقى عامه او ارشادات عامه، انتبهوا للي جاي، يا ريت السؤال تقروه صح، لان قرايتكم للسؤال وفهمكم للسؤال اي تحت اي نمط، مش شرط يكون سؤال اساي او مش شرط يكون سؤال نوع معين، تحت اي نمط اقروا الهيد بتاع السؤال كويس وافهموا هو عايز ايه، علشان حرام تروح عليكم علامه اللي سبب فيها السرعه في قرايتكم وفهمكم لمضمون السؤال. دكتوره، هل الفاينل راح يكون نفس نمط الماد؟ نعم، الفاينل راح يكون نفس نمط الماد. والله حبيبتي لغايه وقتنا هذا احنا بس في انتظار تجينا تعليمات، وربنا كريم ان شاء الله. لو في تنوع، لو التعليمات جات من هنا لغايه لقائنا اللي جاي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هفهم، يعني هقول لكم وارد ان الاسئله متنوعه وهيكون فيها اكتر من نوع، 1 2 3 اوضح له. لو كانت هتبقى زي تجربة الفاينل في الترم اللي فات اللي هي منحصرة ما بين الام سي كيو وترو فولس برضو هتعرف، تمام؟ لكن وقتنا هذا مفيش جايد لاينز معينة بهذا الشأن يعني. فربنا يسعى لكل الأحوال، انتوا بتدرسوا وربنا كريم. أما فكرة إن الأسئلة انتوا تبقوا يعني في خلط في معنى الأسئلة، أسئلة إساي وبتاع، زي ما قلت لكم امبارح، ما دام السؤال موجه لا يعدي إساي. ما دام أنا بديكي كونسبت أقول لك عرفيه، ما دام أوت لاين معينة بقول لكم إيه النقاط اللي فيها عددوها، دي كلها أسئلة دايركتد، يعني أسئلة موجهة. أما السؤال الإساي اللي هو البعض يخاف منه، اللي هو السؤال المفتوح، إكسبلين ومنشن وديسكرايب، هي دي مفهوم الأسئلة الإساي اللي تقعدوا تكتبوا فيها كمية كبيرة من المحتوى يعني. طيب، مش هبتدي المحاضره النهارده لان السيشن بتنتهي، وحابه ان انا مش هدخل في السيشن تانية، حابه ان انا اشوف الاساينمنتات بتاعتكم علشان اقيمها خلال الوقت المتبقي. اي سؤال او استفسار؟ كلكم قدمتوا الواجب، رفعتوا الواجب، كلكم رفعتوا كانه دكتوره. نعم طيب خلاص، عموما لانه الديدلاين عدى فبالتالي عليا ان انا اصلحه علشان ارصد لكم العلامات ان شاء الله تعالى. اي سؤال او قبل ما ننهي اي استفسار؟ دعم منك دكتوره. شكرا. علامات الدعم ده تاخديه سبليمنتيشن في الصيدليه بقى. شد حيلك. لا دكتوره. شد حيلك وربنا كريم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. القاكم على خير وعون. يعطيك العافيه دكتوره. يعطيك العافيه دكتوره. الله يكرمك يا محمد، ما تنسوش اللي موجود معايا دلوقتي يكتبوا اسمائهم على الشات باي دقيقه. يكتبوا اسمائهم على الشات. خلاص؟ يلا ربنا معاكم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الهجريه الجديده، وان شاء الله ربنا يجعلها سنه سعيده على الجميع ان شاء الله. امين يا رب. آمين. يا رب. اللهم امين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه.